انتي بتصممي ايه بقى، الازياء ولا الاكسسوارات؟ الازياء يعني انا وقت الفراغ بتاعي بصراحة بقضيه في البيت، حواليا خيط قماش فضة، وبقعد اخترع حاجات، وبحب اعمل فساتين، اجيب المانيكان واقعد اعمل بايدي، بشتغل يعني معلش، ترسمي ولا بتخيطي بايدك؟ كل حاجة. بتتكلمي بجد؟ بس لا اصل دي بقول لك على هوايتي و... تلات ارباع مش عايزه، في ستات كتيره سواء مشهورين او يقول لك ايه انا بصمم ازياء، يعني تجيب ورقه وقلم وتقعد ترسم كده، لا انما اللي بتقوليه ده لا، انا بمسك القماش بروح الوكاله ساعات اجيب القماش او اروح حته تانيه، وبجيب المقص واقعد ادكك على المانيكان، ولا بعمل كل حاجه بايدي. طب في حاجات لبس غير اللبس ده، في حاجات احنا شفناها من تصميمك في افلام اغاني؟ في يعني في كذا مهرجان، او كل مهرجانات القاهره تقريبا كنت بروح ولابسه فساتين انا عاملاها. بس ما بتقوليش لحد. اصل انا بعملها ليا عشان انا بنبسط، يعني انا بحب ده. يعني ما حدش سالني بصراحه، فانت اول واحده تسالني. يعني انت لو ما بتمثليش بتخيطي؟ بحب اعمل كروشيه وتريكو اكسسوارات، يعني دي تسليتي، بحب قوي، عندي عالم كده بتاعي كله مليان زراير وخيط. لو تفتكري فيلم 6 7 8، ايوه، كان في عرايس في اول، العرايس اللي معموله من السلك دي كلها انا كنت عاملاها في الفيلم، كنت بقعد بعمل العرايس بالسلك بجد، اندمجت جدا في الموضوع ده لدرجه الاوردرات كلها عملت عرايس كتير جدا، وكل واحد كنت اديله هديه، اعمل عروسه لابسه فستان باليه، كنت عملت البشرة واحده بتغني بالميكروفون، محمد دياب كان خد الاثنين اللي هما كانوا في العربيه، في عربيه احمد الفيشاوي اللي متعلقين، ولد وبنت بيرقصوا مع بعض كده. ده انت عاملاه ولا شاريه؟ اني واحد فيهم اللي انت لا لابساه؟ دول لا لا ده لا ده لا ده انا شاريه ده. في حاجه انت عاملاها هنا؟ لا هنا لا، ما لبستش النهارده بصراحه، ما لحقتش. مش تعملي دعايه يعني؟ لا، ما انا مش في دماغي، انا بعمل حاجات كده ساعات اديها هديه لاصحابي، او حد عجبته حاجه وانا عاملاها بديها له يعني كده.